المعاصي. اهلا وسهلا بيك يا حبيبي. مبروك الفوز الكبير النهارده وتوثيق جهاز المنتخب وقناعه الجماهير بيه النهارده. الحمد لله. طبعا ما احناش في اختبار ولا حاجه. لا مش في اختبار بس قناعه تامه النهارده بجهاز المنتخب. الحمد لله. مبروك طبعا لكل الشعب المصري ومبروك لكل المهتمين بالرياضه وكره القدم بالخصوص، ومبروك ليك ومبروك لكل الناس ومستمعينك ومشاهدينك والحمد لله رب العالمين. كابتن احمد، معظم المنتخبات هتلعب مباراه وديه وفقا للاجنده الدوليه هذا الاسبوع، وده هياثر على تصنيف المنتخب، شايف الموضوع ده ازاي؟ واحنا ما عندناش مباريات غير في شهر 3. لا هو اكيد اكيد طبعا احنا كنا عايزين نلعب، لكن طبعا اكيد في ظروف معينه يعني هي اللي ادت ان احنا ما لعبناش، لكن طبعا اكيد اتحاد الكره كان حريص انه يلعب واحنا كنا حريصين. مباريات الامارات. كنا عندنا حرص ان احنا نلعب، لكن الحمد لله يعني ادينا الهدف من المباراه الرسميه، وان شاء الله لسه بدري، في عندنا منافسات كتير والرانكينج اللي بتقول عليه دوت هيتحسن كتير ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن احمد، الشناوي اليوم والشناوي الجمعه الماضيه، كيف استطعت اخراجه من الحاله النفسيه السيئه بعد خساره دوري الابطال الافريقي؟ لا انا بقول دايما ان التدريب النفسي ده خط متوازي مع التدريب الفني والبدني. يعني ماشيين مع بعض دايما في وقت المباريات، وحتى كمان في وقت ما كنت مباريات واتكلمت بعد المباراه مباشره عشان المعسكر، وعشان عندنا مباراه مهمه لمصر، دايما الاهلي كان بيمثل مصر، فمصر هتلعب مباراه كبيره. هو بقيه الحراس زي ما قلت لك التدريب النفسي خط متوازي مع التدريب الفني والبدني، كلهم خدوا تدريب نفسي على يعني على اعلى مستوى، وهم كانوا عندهم تنافس شريف جدا في المعسكر كل الاربع حراس اللي كانوا موجودين. انا فرحان بيهم جدا وفرحان بناس ثانيه كمان بره المعسكر. زي مين يا كابتن احمد؟ يعني في ناس ماشيه بشكل جيد، في عامر ماشي بشكل جيد جدا. ايوه. في احمد عبد العثمان ماشي بشكل جيد جدا دلوقتي، حتى الحراس الكبار محمد صبحي محمد عبد المنصر كلهم ماشيين بشكل جيد جدا، طبعا بكلمهم في تواصل معاهم كانوا موجودين او مش موجودين. طبعا بديلهم المورال اللي انت بتقول عليه دوت اللي هو المعنويات يعني. فالحمد لله الولاد انا مبسوط بيهم، ومركز حراسه المرمى ما عندناش قلق فيه خالص في مصر الحمد لله. طيب في معلومه عندي مؤكده 100% ان النادي الاهلي قرر او ان هو هيطلب من حضرتك تدريب الاهلي في مركز حراسه المرمى، والقرار ممكن يصدر بكره، ولو حضرتك اعتذرت انا عارف اسم البديل الثاني. راي حضرتك؟ والله طبعا النادي الاهلي ده بيتي، ولكن طبعا انا عارف ان النادي الاهلي فيه ناس محترمين والمسؤولين يعني على اعلى مستوى من الاحترام، وعارفين ان انا عندي تعاقد مع المنتخب. اعتقد يعني كانوا يعني انا اعتقد ان مفيش قرار هيطلع زي ده ولا اي حاجه. لا مفيش قرار، في تشاور ان هم طارحين اسم حضرتك رقم واحد. انا اتمنى لهم التوفيق وان شاء الله باذن الله مصطفى يعني يكمل، لانه مدرب. لا مش مكمل يا كابتن، معلومه مش مكمل. ان شاء الله يكمل باذن الله. النادي الاهلي ما بيغيرش مدربين على المعاصي. نعم. النادي الاهلي ما بيغيرش مدربين في وسط الموسم يعني على المعاصي، ان شاء الله يكمل والجهاز كله يكمل، وانا لا. شايف ان ده الصح يعني. لا لا، في بعض التغييرات بكره المجلس هيجريها في هذا المركز يعني، او في جهاز الكوره بصفه عامه يعني. ربنا يسهل ان شاء الله، وده قرار النادي وربنا يوفقه للقرار السليم ان شاء الله. طيب اسم مطروح في الاهلي انا للاسف مش متابعه كمدرب حراس مرمى، وهو الكابتن ايهاب جلال. الكابتن ايهاب جلال طبعا مدرب كبير وعاش في المانيا فتره وتعلم في المانيا، ومن الناس يعني المدربين الكويسين. من المدربين الكويسين. لأنه هل اشتغل في مصر يا كابتن احمد؟ اشتغل في كذا نادي في حرس الحدود، واشتغل في اكثر من نادي، واخر حاجه كان مع النجوم قبل الجهاز اللي فات. عنده مستقبل؟ كان مع النجوم في جهاز اللي هو كان قبل ده، اللي كان مع الثاني تقريبا. اللي هو كالديرون. كان مع كالديرون يا كابتن؟ لا لا، مع نجوم المستقبل كان في مدرب اسباني اللي هو كالديرون. تقريبا. النهارده المنتخب بعد نهايه المباراه يا كابتن، ايه الاجواء ورايحين على فين؟ وهل مستر خطير اجيب هيسافر ولا قاعد ولا ايه الحكايه؟ لا والله انا ما اعرفش، الاجنده بتاعتنا هتبقى في مارس، لكن احنا شغلنا ماشي، شغلنا مع متابعه الفرق ومتابعه لعيبه الدوري وحراس مرمى الدوري، وشغلنا ماشي ان شاء الله باذن الله نكمله. زي ما انت شفت النهارده في دفع بعناصر شابه كويسه. صحيح، ثلاث عناصر.
ممكن يبقى في الفتره الجايه في عناصر ثانيه ان شاء الله باذن الله الخير قادم باذن الله. بالتوفيق لمنتخب مصر يا كابتن، وبالتوفيق لحضرتك، وباذن الله ننافس على كاس الامم الافريقيه القادمه ان شاء الله. الله باذن الله. شاكر لحضرتك، شاكر لحضرتك. دكتور طارق معاك. معلش اثقلنا على حضرتك لان